جاما جلوتاميل ترانسفريز. الاسم القديم هو جاما جلوتاميل ترانس بيبتيديز وبنختصره as GGTB، وممكن نستخدم الحرف اللاتيني اللي هو الجاما بدل حرف الجي وبنسميه جاما GTB. الاسم الحديث وهو الأكثر استخداما هو الجاما جلوتاميل ترانسفريز وبنختصره as GGT، وكمان بنستخدم الحرف اللاتيني اللي هو الجاما وبنسميه الجاما GT، وممكن كمان نحط قبلها حرف الاس اللي هو سيرم جاما GT. السبيسمن أو العينة اللي بنستخدمها بنستخدم عينة السيرم، بنجمع عينة الدم في الريد توب تيوب، ومفيش أي احتياطات خاصة بالنسبة للأكل، وكمان ما بنحتاجش صيام أو فاستنج قبل ما بنجمع عينة الدم. الريفرنس فاليو في الأدلت من 8 إلى 38 يونت بير ليتر. قيم الفيميل بتبقى أقل من الميل في سن أقل من 45 سنة، لأن البروستيت الموجودة في الميل بتحتوي على إنزيم الجي جي تي، بينما في النيوبور بيبقى النورمال فاليو من 12 إلى 122 يونت بير ليتر. الجاما جلوتاميل ترانسفريز is intracellular enzyme present in high concentration in the liver and biliary tract epithelium. كمان موجود في أماكن أخرى بليسر concentration، موجود في الكيدني، البنكرياس، البروستيت جلاند، البرين والهارت. ودي صورة بتبين تواجد الجي جي تي على السيل ميمبرين، ومن خلاله بيتم دخول الأمينو أسيد مثل السيستين من خارج الخلية إلى داخل الخلية. وزي ما هو واضح الجاما جلوتاميل ترانسفريز بيبقى متواجد مباشرة على السيل ميمبرين، وبيساعد بشكل مهم جدا في الترانسفير بأمينو أسيد and بيبتايد. الجي جي تي increased mainly due to liver disease، وخاصة obstruction of bile duct no matter how mild will cause elevation in GGT، بمعنى ان اي انسداد في القنوات المرارية مهما كان بسيط will increase GGT. الobstructive jaundice بتحصل في حالات الكولانجيتس، كولانجيتس هي التهاب القنوات المرارية، والكوليسيستيتس، الكوليسيستيتس هو التهاب المرارة، والبيلاري اتريجا وعدم تطور القنوات المرارية، والانفكشوس هيباتيتس. رقم 2 برايمري سيروزيس اللي هو تليف في الكبد. كمان في حالة الليفر كانسر سواء منشأه في الكبد اللي احنا بنسميه برايمري، او انتقل من مكان اخر الى الكبد اللي احنا بنسميه ميتاستاتيك ليفر تيومر. Other condition which increase GGT. رقم 1 الالكول انجيشن. الجي جي تي بيزيد بعد تناول الكحول بأربع أيام لأنه بيؤدي لمشاكل في الكبد، وبعد تناول الكحول بيستمر زيادة في الجي جي تي لفترة about 2 weeks. رقم 2 myocardial infarction. رقم 3 cancer of the pancreas، لأن الجي جي تي موجود في البنكرياس or pancreatitis especially if associated with hepatobiliary obstruction. رقم 4 prostatic malignancy، لأن إنزيم الجي جي تي موجود في البروستيت جلاند.